يا جماعة باقي اخر ثلاث مابات اللي هو هنا اول ماب راح اشرح اللي هو هذا هو مثل ما تشوفون اللي هو بليد اوكي فتروحون هنا بتشوفون كود فابغاكم تكتبون هذا الكلمة اللي هو هذا بي L اي دي E اوكي فلازم نرتب هنا لحظة كذا بي ننزل تحت أوكي. ننزل تحت كمان حطي هنا اي بعدين ننزل تحت دي اللي هو ذا ننزل تحت كمان كون إيه، بيرفكت شوفوا هذا هو الكلمه اللي هو -E. بي ال اي دي اي تنفتح معاكم الباب على طول توجهوا سيده اوكي راح ينزلكم هنا كلير عليكم تستنون شوي بعدين فجأة بتلاقوا جيم اون بيعطوكم سلاح تروحون سيدا ما عليكم تنشو هذا يب بتلاقون الهدية هنا على طول يعني تروحون سيدا على طول بعدين يمين بتلاقوا هذا الهدية هنا طبعا ذا بالنسبة لهذا الماب اللي هو ماب الثاني روحون سيدا اول ما تروح نسيدة تقعدون على هالكرسي راح ينزلكم هذا هو مكان الهدية طبعا هذا هو ما بالاخير اللي هو موردر V3 فتروح نسيدة على طول بتلاقون الهدية هنا